متهم بقتل زوجته. ما ندري الصج وين، الكذب وين، ذبحها شلون، ما ندري. احنا نسمع منه هو. شلونك؟ انت شلون ذبحت زوجتك؟ هذا فهد يا اخي، وما اجيب عيالي عشان ياكل حبوب هو. انا بقلم بلاد مال ابو باغا صاصرا. انزين. اتصلت تليفون ورد جاري تليفون باغا صاصرا، طب ما يكلم. انزين. ما حد تليفون هذا. انزين. انا اكلم من هناك النيت تليفون مطار. انزين. انا قاعد اكلم، انا ما ادري والله ما هو قطع مجنون. هو تلقى نفسك مني. هذا يوم انا بدور مني ويصاب مني، انا مجنون سيبي يقول لي صاب مني وتعيط موت نفسه. هذا وقت انا راح اصير يوم، هذا يوم خميس هذا. زين. بدل ان هذا يصير انا شنو اسوي؟ ما ادري، انا خفت شنو اسوي؟ يجي اخو كل عيالي هنا موجود. انا خفت من هو شنو؟ كلام يمكن تقول انا خوف عشان ما انت انحشت. انحشت انت؟ ما انحشت. انت قعدت؟ قعدت غرفه. بعدين انا اروح كلامي بسفاره. انا تمشي سفاره قبل ما يروح سفاره، انا اروح مكفر نمتيه. زين. هذا نفر مهمتي يقول انت مجنون ليش جيت هنا؟ روح. هذا يصير مشكله واجهتي، روح. انا واحد شرطه اقول لك انا. زين. بعدين انا طلعت من هناك سيدا اروح عشان ابي السفاره. ابرو سفاره قبل ما يروح سفاره، انا اكل دواء دود عشان ابي موت. شرب دواء دود داخل غرفه مال انا ما ادري. انا داخل غرفه كان موجود. يتي يوم ثاني انا يجي داخلتي انا ما ادري. يوم ثاني انا اقوم بالليل عندنا بابا كان في بابا بعد موت الله يرحمه، بابي موت، بابا ما موجود. انا قلت جيب تنازل بعد السفاره، جبت تنازل مشان انا ما عندي. كان في بيت واحد بعد بيا تنازل زي أهل ما عندي شيء. وين تنازل مالك أنت؟ أنا جبت صورة موجود معي. إيه. أنا تنازل داخل ديواني أميري موجود أصلي. زين، هذا تنازل عندك ها؟ تنازل الذي سافرت صبي ترجمة. إيه. فيه تنازل صورة كل مع بعض. هذا التنازل. إيه. نحن الورثة الشرعيين للمرحومة السيدة فلان الفلانية توفيت بتاريخ والتي قتلت بيد زوجها. إيه، كان مكتوب إنك أنت قتلتها. لا ابو سجل جدي، انا ماله ما كان ذوتك نفسك. انا سبت كم مره قلت ما يتلمس. يقولك يعني هم شو يقولون؟ يقولون احنا مسامحينك. هم سامحوك بس هم ما يقولون انت ما يعني ما ذبحت. يقول انت ذبحته بس احنا مسامحينك. ليش يعني ليش تذبحها؟ خطب ما يجيب عيال عشان جدي هو عشان ما تجيب عيال تقوم تذبحها؟ لا والله ما ذبحت. هو كان بيدق نفسه، انا ما ادري. انا كلمت التليفون وبابا صوصو وش بينه وبين ابو يصير. انا اعطيت كافي مني، ليش انت ما تكلم بابا؟ وجال انت دق نفسك. قلت دق نفسه، انا صوت منه وانا بدورني مني. انت عورك شنو؟ عورك صبعك بس انت قمت وطايح. هذا وقت انا بشيل ودي مستشفى، ما ادري اسمه كلامي. بشيل ما يقدر يشيل نفسه. ايش التكير احد؟ انا انت مو ندمان انك انت ذبحتها؟ مو متحسف؟ انت مو متحسف؟ هذا زيد يسار. انا كذا ما يخالف. انت متحسف انك ذبحتها؟ زوجتك هذه ليش تزوجتها مدام تبي تذبحها؟ طيب والله ما يبي اطلع انا، والله ما يبي اسوي كذي. اي ذبحتها، ايش خلص ايش عقبه؟ وطق نفسي انا صرت من هو عشان ادري. بس انت ذبحتها، انت ما حليت المشكله، قمت ذبحتها. طلقها يا اخي. انا ما ابي طلقها، خليها تروح بلاد. انا ما ابي قاتل يا ابا، والله ما ابي اسوي. ادري بس ذبحتها انت، انت موتها. اول درجه شنو يعطي؟ اول درجه قتل خطا ادم. اعدام عطوك؟ اعطوك قتل خطا ادم. بعد الثاني قدم ما ادري شنو. ما ادري انا، ما في احد. حتى لو ما في محامي، يعني في المحكمه تعطيك محامي، توكل محامي. محامي اول ما اعطاني بعد صديق مولانا خلاك محامي واحد. هذا ما انا زوج واخو مولانا قاعد اشوف. انا قاعد اشوف التنازل. وقال لي شنو؟ انا خليك محامي انت. شنو يقول؟ انا كنت اعطيت فلوس وين في فلوس؟ انا اعطيت حق هو. ما يصير يا خبر يندر. ادري اذا كل واحد يختلف مع زوجته حطها وذبحها، وين قاعدين احنا؟ والله قسم بالله ما ادري شو اسوي لك. هو التنازل وسمعني انا. تنازل ما يسوي لك شيء. تنازل ما في. انت ذابحها، تنازل شو يسوي لك؟ انت ذابحها. هو مش نبي ادفع بابا. هو دق نفسه انا صرت منه هو يا بابا. والله قسم بالله انا ما ابي ادفع هو. انا ما ابي اسوي موت. تدري اقول لك شغله؟ تدري المفروض واحد يذبح نفر لازم يتعلق بحبل المشنقه، لازم يموت، لان انت ذبحت روح، فلازم روحك هذه تروح. احسن يبقى موت من موت. والله انا ما ابي قتل. والله هذا اللي صوّنت كذي. والله انا جبت تنازل بعد. انا بعد انت قاعد تقول لي تنازل. شو اسوي بالتنازل؟ شو اسوي بالتنازل؟ ايش عقبه التنازل هذا؟ جاي متى؟ التنازل هذا جاي 2009 صح؟
قضية ب 2009 التنازل ب 2009 ايش فادك التنازل فيه؟ رحت ذبحت زوجتك طلقها خلت تروح بلاد الا تذبحها يا والله انا ما ادري ما يفكر لي ابد مجرم انت انا والله ما يفكر لي يصير كذي والله انا ما يفكر يصير كذي افكر كذي انا ما يصير كذي انت الحين لازم انت يواجه مصير انت سوي هذا كبير عند بچا بيشوف بيشوف امي ما في هذا جوا ابوي بعد موت جوا انا بير واشن جبت نازل انا ما يبول تظلوني ابو 10 سنة اللي داخل سجن الله كريم الله كريم الله كريم الله كريم انت صلي الحمد لله يا ابو يصوم الحمد لله يا ابو قول يا رب يا رب يا ابو كل يوم صلي انا كل يوم صلي يلا السلام عليكم